اي واحد يتمنى يكون مع النادي الافريقي ويعجبه العرض وشافني الحظ. انا قلت مع النادي الافريقي الحمد لله يا ربي يكونوا في المستوى نتاعنا مع الفريق الجديد تاعي النادي الافريقي ان شاء الله. ما كان حتى مشكل انا من الناحيه تاعي، انا ندخل ان شاء الله في المجموعه تاع هذه ان شاء الله نكون في المستوى نتاعي برك ان شاء الله. نمنيهم على المقابله الجايه دي امام اتحاد العاصمه، ان شاء الله يفوزوا بالمقابله دي لمنا يزيد يفرحوا انصار مولدية العلمه. وانا عندي 4 سنوات وانا في الفريق هذا الحمد لله، يعني اديت 4 مواسم ما شاء الله. وش نقول لهم؟ انا نقول لهم بارك الله فيكم ويعطيكم